لا يجب أن يمر ذلك مرور الكرام. راه من القضايا الكبرى اللي غادي نعيشوا في الأسابيع والشهور القادمة وغنعيشوا فيها مشاكل هي الأزمة ديال الماء. وبصدق فيها مسؤوليات الحكومات السابقة، فيها أن الاستراتيجية التي حددت مع جلالة الملك كان فيها بعض التلكؤ وبعض العجز واللامسؤولية أحيانا، لكن أعتقد أن ناقوس الخطر أصبح يدق. إحنا كنا نعيش مآسي في المركز، ما بين الرباط والدار البيضاء كان يتم قبل رمضان، كان غادي يؤدي الوضع إلى قطع الماء لساعات في هذا المركز مع ما لذلك من تأثير. اليوم معركة العطش هذه تعرفها عدة مناطق في المغرب، ولذلك استبشرنا خيرا هذاك الاجتماع الذي أشرف عليه جلالة الملك، واللي طلقات فيه واحد مجموعة تنبيهات على رأسها، أنه إلا ما انطلقناش بسرعة كبيرة في ديك 20 محطة لتحلية المياه البحر على كل مدن الشاطئية، غادي تكون عندنا مشاكل كبيرة وهو ما نبه على وجهه. إلا ما انطلقناش في هذه المدن بمشاريع كبرى ديال المياه العادمة وإيجاد المحطات اللي غادي تخلي الإنتاج ديال هذه المياه العادمة، ما ينقعوش في التبذير ديال المياه وما تضيعش منها